السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. بعد، سورة القيامة دلت عليها المناسبة التي نحن فيها في هذه الأيام، وأغلب ما فيه الناس الآن، هل يهنئون بالكريسماس، هل لا يهنئون، أشياء تتداول عبر وسائل التواصل المختلفة، والأمر قد قضي مع الوحي والتنزيل ولا يحتاج إلى مثل هذا. لكن أحيانا تجد أحيانا الإنسان حينما لا يكون عنده أثار من العلم فإنه الشبه تلعب به في كل وقت، وتذهب به يمنة وتذهب به يسرا. اليوم الثلاثاء 8 ربيع الآخر 39,400 لهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، 23 من الشهر 12 لعام 17 و2000 للتقويم الجريجوري. فما أجمل لما الإنسان يتدبر القرآن. سورة القيامة هذه عد آياتها 40 آية، وهي سورة مكية اتفاقا، وتتكلم عن يوم القيامة من اسمها، ويوم القيامة تعددت أسماؤه في القرآن. ومن القواعد المقررة أن تعدد الأسماء يدل على عظم المسمى، والسيوطي جمع قرابة 100 اسم لسورة الفاتحة، منها ما صح ومنها ما لم يصح، أقصد أو أعني مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، هي الفاتحة الشافية والكافية والرقية والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وهي سورة الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فكذلك القيامة كانت تأتي صريحة باسمها اللي هو القيامة، وتأتي بلوازمها الطامة الصاخة الساعة. القرآن أتت فيه لفظة الساعة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها يسألونك عن الساعة أيان مرساها. لفظة الساعة معرفة أتت في القرآن 34 مرة، وأتت لفظة للساعة مرة، وإنه لعلم للساعة، وأتت بالساعة في موطن في سورة واحدة، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذن لفظة الساعة معرفة أو مخفوضة كلها معناها معنى واحد، يوم القيامة. ممتاز. الآن الشيخ يتكلم على الساعة لفظتها نكرة، لفظة ساعة نكرة تدل على الوقت من الزمن، طال أو قصر، ما لبثوا غير ساعة. إذن الآن نقرر، الآن لما تقرأ القرآن، يعني منكم فضلاء بيختمون في 3 و5 و7، أي لفظ مريت عليه الساعة أو مخفوضة مجرورة معناها إيه؟ يوم القيامة قولا واحدا. وأي لفظ ساعة نكرة معناها وقت من الزمن يطول أو يقصر. ربنا تبارك وتعالى قال لا أقسم بيوم القيامة. إلا هذه إذا دخلت على الفعل المضارع إما أن تكون جازمة وإما أن تكون نافية. لا أقسم هنا الفعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر على آخره، يعني الله هنا إيش؟ نافية، بمعنى بل، بمعنى إيش؟ بل، لأن الحروف ينوب بعضها عن بعض في اللغة إيش؟ في اللغة العربية، كما قال صاحب الألفية ابن مالك رحمه الله. فهنا لا أقسم بيوم القيامة، الله يقول بل أقسم بيوم القيامة، وهذا أحد الاستفتاحات الحجرة في القرآن، وهو الاستفتاح بالقسم. وأيضا من فوائده أن الله يقسم بما شاء كيفما شاء على الوجه الذي شاء، وليس لي ولك إلا أن نقسم بمن؟ بالله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحديث الصحيح بيوم القيامة
يعني اليوم الذي يقوم الناس فيه. قال الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء ثم نفخ فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. النسل معناه السوق من المبتدأ إلى المنتهى، يساقون من أولهم إلى آخرهم، من لدن آدم إلى آخر واحد تقوم عليه القيامة. لا أقسم بيوم القيامة، هذا القسم الأول. ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس في القرآن ذكرت على ثلاثة مواطن لا رابع لها، أعظمها النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ما هي النفس المطمئنة؟ هي النفس التي لا تدل صاحبها إلا على كل طمأنينة وبر وخير. الله يجعلنا وإياكم منهم. هذه أهلها إيش؟ قليلون. النفس الثانية اللي هي أقسم بها هنا ربنا، ولا أقسم بنفس اللوامة. ما هي نفس اللوامة؟ يعني يقع الخطأ ثم ترجع تلوم صاحبها فيتوب، وهكذا بين إدبار وإقبال وإحجام وإقبال وإثم ومعصية وذنب وتوبة، وكلنا ذلك الرجل. الله يجعلنا وإياكم من المقبولين المعصومين. والنفس السيئة جدا ذكرت في سورة يوسف، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الله يعافينا وإياكم من هذه النفس التي تؤذ صاحبها على أن تكون أمارة بالسوء، ما يسمع حديثا ولا يسمع آية ولا ينتفع بشيء من هذا الدين. وربنا عز وجل قال الذين يستمعون القول، الله أكبر، فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أصحاب العقول النيرة. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بنفس اللوامة. ثم السؤال الاستفهامي الغرض منه الإخبار، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. عند مسلم يبلى ابن آدم إلا عجب الذنب اللي يسموه إيش؟ العصر. سبحان الله، اشتغلوا عليه بالنيوكلر ريديشنز أو ما يسمى به الأشعة النووية، ما حصل شيء أبدا. ولما يجيبوا المومياات والأجساد كلها سفنة، ما يبقى هذا، يحطون عليه الشعاع النووي، يعرفون هذا من 1000 سنة، من 2000 سنة، من 3000 سنة، أزنيرس، يعني شيء تقريبي وليس شيئا إيش يجزمون به علماء الطب، شيء تقريبي إن هذا الكائن عاش سنة كذا، عاش من سنة كذا. لكن قل إنما علموه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. بلى قادرين أحسبون ألا نجمع عظامه. شوف ربنا يرجع يقول لك بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تجد توأم شقيق وليس توأم متآخي. إيش التوأم الشقيقة؟ التوأم الشقيقة البويضة واحدة لقحت بحيوان مني واحد ثم حصل لها انشطار انقسمت إلى اثنين. التوأم المتآخي بويضتان بحيوانين منويين، لذلك التوأم الشقيق ما تقدر تفرق بينه وبين خوي، إما أن يكون ذكورا أو إيش إناثا. أما التوأم المتآخي من يكون ذكر وذكر أو أنثى وأنثى أو ذكر وأنثى ولا شبه بينهم أبدا. ربنا يقول بلى قادرين على أن نسوي بنانا. هذا الستان فينجرز، هذا تلقى البيت كله ما في واحد بنان ويشبه بنان أخيه، وإن خرج من بويضة واحدة توائم شقيقة. ولذلك يقول لك بالبصمة، يحط لك جهاز البصمة كده، كل واحد يدخل بيش ما يقدر هنا يفرك الموظف، حتجيب بصمته من وين؟ اللي يقطع لك صبع يبعث لك واتساب تعمله له ترجعه له بعدين مرة ثانية، تبعث له رتويت بعدين، وين بتجيبه؟ خلاص. ثم بعدين يقول لك كمان البصمة إيش؟ الفويس، البصمة إيش؟ البصمة الصوتية. لكن ممكن تقلد، لكن البصمة هذه بالذات هذه إيش؟ هذه لا تقلد. ثم يقول الله لك بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، في حياته يعيش في الفجور والعياذ بالله، يعيش في الفساد ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها.
يسأل أيان يوم القيامة. يا رجال نموت ويا نحيا وما يهلكنا إلا الدهر. خلاص عشين عشت البهايم هذول. يسأل أيان يوم القيامة. روى البخاري عن أبي هريرة قال الله عز وجل كذب لابن آدم وما كان له ذلك. بالله اسمع الحديث هذا يا أخوان، هذا حديث مهم جدا الله يرضى عليكم. لمن يريدون أن يقول له هابي نيو كريسمس وهابي نيو يير ويبغى يحتفل، الآن اسمع الآن، الله اسمع بقلبك قبل أن تسمع بأذنك. الله عز وجل يقول كذبني ابن آدم وما كان له ذلك، وشتمني ابن آدم وما كان له ذلك، أما تكذيبه إياي فقال لن يعيدني كما خلقني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأما شتمه إياي، هنا وجه الدلالة، فيقول أن لي ولدا وأنا الواحد الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. ثم تلا النبي قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالذي يريد أن يهنئ تهنئهم بماذا؟ بابن الإله أم بالإله؟ يسموه ترينيتي، اللي هي قاعدة إيش؟ التثليث، الآب والابن والروح القدس. تهنئ بمن؟ بالإله أم بابن الإله؟ بمن تهنئ؟ جزاك الله خير. يقول لك يا أخي ما في حاجة، هذا احنا عشنا سوا وتربينا سوا. في بعض البلاد يقول لك النصراني جنب ايش المسلم، في نفس الحلة وفي نفس الحارة وفي نفس الحي ونأكل جميعا، وترى حتى في عيد الأضحى يجون يهنئونا. ليس معنى أن يهنئك بعيدك الحق أن تهنئه بعيده ايش الباطل، لا. والتهنئة كما في الصارم المسلول على من بدن دين الرسول صلى الله عليه وسلم نوع من المشاكلة والمؤانسة والمجانسة والمجالسة. في الصحيح أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال عم صباحا يا محمد، دخل عليه قال لك جود مورنينج، صاحب الخوية في العمل. قال أبدلنا الله تحية خيرا منها السلام عليكم ورحمة الله. شوف النبي علمه الآن، ما قال له طيب خلينا أرد عليه وبعدين إيش أفهمه، لا، أوضح له أن هذا فعلك إيش غير صحيح. إذن الأولى في هذه المناسبة ماذا يفعل المسلمون؟ يروح يشتري كتاب مصحف مترجم ويقول له اقرأ سورة آل عمران واقرأ سورة المائدة وسورة مريم، ويجيب له كده فتوى لجدائي مترجم. الحمد لله نحن في بلاد خير، كل شيء مترجم باللغات الحية والميتة، كل شيء موجود، ويعطيه يقول له أتمنى أنك أنت في اللحظة هذه أنك تبدأ تغير وتتفقد في هذا الأمر. في الإنجيل المحرف يقولون لما ولد عيسى خرج الرعاة إلى أعالي الجبال وقالوا المجد لله في الأعالي وعلى البرية السلام وفي الناس المسرة. طيب الآن أيخرج الرعاة إلى أعالي الجبال في الشتاء ولا في الصيف؟ لاحظ بيت لحمة، يعني انت تتكلم عن فلسطين المحتلة، الوقت ده الآن ايش ايش الجو يا اخواني الآن؟ آيسي، لا لا جليد، 5 و4 و2 تحت الصفر و1 تحت الصفر. في رعاة يطلعون في ذاك الوقت فين؟ في أعالي الجبال بعد. هذا انجيلهم ايش المحرف. طب تعال الآن لكتابنا المقدس، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، وفي رواية تساقط، وفي رواية يتساقط عليك رطبا جنية. وانتم اهل تمر يا اخوان، اهل نخيل واهل رطب. متى ينضج الرطب؟ في ديسمبر في الشتاء ولا في الصيف؟ في الصيف. اذا حتى هم غير متفقين على صحة ميلاد المسيح عليه السلام. أنأتي نحن ونهنئهم؟ وفي بعض الدول يأخذون إجازة من 25 ديسمبر إلى 15 جانيوري عشان كل الطوائف، الكلدانيون والإنجيليون والبروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس والشرقيون، وكلهم يكونوا إيش؟ كل واحد يحتفل في اليوم اللي هو إيش؟ اللي يعجبه اللي يبغى. يلا as it is، كما هو كما اتفق. فأتريد انك تشتم الله عز وجل في ذلك اليوم.
فإن قلت له هابي نيو كريسمس أو بادلته في ذلك فإنك تعترف أن لله إيش؟ ولدا. الله يعافينا وإياكم. وبعض المسلمين الطيبين يجيب التريز بتاعة الكريسمس الشجرة ويحطها فين؟ في البيت. ومرات يجيب باباه من وين هذا؟ هذا ويبعد إيش؟ تعرف إيش قصة باباه من وين هذا يا إخواني؟ عارفين قصة نويل هذا إيش؟ يقول لك بيمر على الناس بالليل ويوزع لهم الحلوى ويمسح عليهم لكي يباركهم. وكلمة كريسمس هذه تعني إيش؟ تعني عيد المخلص، كريستوماس، تجمع تصبح كريسمس. فالمسألة ليست مسألة تهنئة وليست مسألة مناسبة، إنما هي مسألة عقيدة أيها الكرام الفضلاء. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ الله ما خلقك همل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فرصة أنك تتوزع في على الموظفين اللي عندك من غير المسلمين الكتب والمصاحف والمترجمة، وتقول له فرصة الآن اقرأ وتعلم. أنت في دين إيش؟ في دين باطل، في دين ليس صوابا ليس صحيحا. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فعلى طول أنطقه الله، قال إني عبد الله. الله أكبر. أول شيء I am the slave of Allah، أنا عبد الله. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فالمسألة مسألة مهمة أيها الكرام الفضلاء. الوقفة الثانية قبل الأخيرة، لا تحرك به لسانك لتعجل به. علي بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي لما كان الوحي ينزل عليه كان يحرك لسانه مع الوحي حتى لا ينسى القرآن، فقال الله عز وجل لا تحرك به بالقرآن لسانك لتعجل، إن علينا جمعه في صدرك يعني وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. قرآننا واضح أيها الفضلاء الكرام، يعرفه الجميع بلسان عربي مبين. ما يقرأ القرآن على أحد إلا وتجد أن قلبه يرتجف، وتجد أن هذه الآية تقع فيه موقعا، فإن وضحتها إليه لا تجده إلا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الوقفة الثالثة والأخيرة وهي في آخر الآية، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ عند أبي داود قال هنا تقول بلى. أما في سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين، فحديثها ضعيف. إذن السنة والصواب فين؟ في القيامة وليس في التين. قالوا أفي النافلة والفريضة؟ قيل نعم، لأنه لم يدل دليل على التخصيص للنافلة دون إيش؟ دون الفريضة. تقول بلى قادر، نعم الله قادر على أن يحيي الموتى. وما أجمل أن تربط أول السورة بآخرها، يتكلم عن يوم القيامة وآخر يتكلم عن إيش؟ عن إحياء الموتى، لأنه في يوم القيامة يحيى إيش؟ وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وسدادا ورشادا، أن يجنب بلادنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يهدي كل ضال وأن يعافي كل مبتلى وأن يرد كل غائب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تم الكلام، ربنا المحمود له المكارم والعلى والجسم، الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما لحى قمرنا ورفع داخل دعوانا، الحمد لله رب العالمين.